تولى على روحك، تولى على الناس اللي راهم معاك. مي ما ننساوش باللي الوضع موش سهل، راكم في زوج تخدموا لهنا، واحد فيكم ودير بابير. إلا 100 و500 الناس راهي، الناس بزاف تقدم ليها تشريها وكذا. أنت درك لي كليون اللي يجيو عندك، ما على بالكش. مريض والله موش مريض. كاين والله ما كانش. ربي يعاونكم إن شاء الله. صافي مع الدكتور رمضان، ما هوش رمضان. خلي لي سباس بيناتهم، توجور حاول معاهم، خلي لي سباس بيناتهم. نداء الى كل المواطنين، تحلي بقواعد الوقايه من خطر تفشي هذا الفيروس، فيروس كوفيد 19. نداء خاصه لاصحاب المحلات اللي تتجاوزوا في الكازابيل، وقوفكم على تطبيق قواعد التباعد. وهذه هي الانطلاقه، بدات اليوم بالمدينه الجديده المنزليه التي تشهد توافد وتشهد كثافه سكانيه كبيره، ذلك من خلال تحسيسهم بضروره التحلي بالسلوكات الوقائيه، سلوكيات بسيطه من شانها ان تحميهم من خطر الاصابه بهذا الفيروس الخطير، فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد. ايضا تحسيس اصحاب المحلات بحمايه انفسهم بهذه السلوكات البسيطه، وايضا تحلي بروح المسؤوليه لحمايه غيرهم من الزبائن الوافدين إليهم من خلال وقوفهم ووقوف أصحاب هذه المحلات على تطبيق التباعد الاجتماعي فيما بين هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الوافدين إليهم من الزبائن، خاصة المحلات التي تشهد توافدا في الشهر الفضيل كهذا المحل الخاص بصناعة الحلويات التقليدية. هذا ونذكر دائما المواطنين أن وعيهم هو الذي يحميهم، وعي المواطن الجزائري هو أساس توقف انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.